وللحديث عن حالة انفلات السلاح وخروقات الميليشيات التي كان آخرها مقتل 8 أشخاص في ديالى ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا دكتور. لماذا هذا التصعيد الأمني في ديالى؟ نعم، أنا أعتقد أن الإرهاب الأسود من جديد عاد إلى ديالى، وديالى كأنه قدرها أن تبقى في حالة خلل أمني كبير، ومنذ عام 2003 وحتى اليوم مع الأسف لم تنعم ديالى بأي أمن حقيقي ومستتب، وما زال حتى الآن يعني الآلاف من أهالي ديالى خارج المدينة وربما خارج العراق، والغالبية منهم في يعني المدن المجاورة لديالى. وعليه بوفقا لمتابعتنا نعلم أن غالبية الضباط في الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى هم على درجة كبيرة من الوعي بما يدور بالمحافظة، وغالبيتهم يعرفون من هم المنفذون لهذه العمليات الإرهابية السوداء، لكن هنالك خطوط حمراء لا يمكن الاقتراب منها. هنالك قوى في ديالى وربما في غير ديالى هم فوق القانون، ولا يمكن لأي طرف أن يقترب من هؤلاء أو أن يقدم هؤلاء إلى العدالة. وبالتالي أتصور أن المشكلة هي يجب أن تتدخل الحكومة المركزية، نعم، وقبل ذلك الأمم المتحدة لإنهاء هذا التأزم الكبير في ديالى. لا يمكن للحكومة المحلية في ديالى أن تنهي حالة الإرهاب الأسود في هذه المدينة التي شهدت خلال هذا الشهر فقط أكثر من 3 عمليات إرهابية حقيقة مأساوية، ولو كانت في مدن أخرى لرأينا ردود أفعال أكبر، لكن يبدو أن ديالى لا بواكي لها، وبالتالي تستمر هذه العمليات الإجرامية التي لا يمكن أن تخدم السلم المجتمعي في العراق. لكن قبل الحديث عن تدخل الحكومة المركزية دكتور، كيف تصف ما يجري؟ بمعنى ما الأسباب الحقيقية لذلك؟ هل هو صراع بين الميليشيات؟ هل هو خروقات أمنية وخلل أمني ما؟ أم ماذا بالضبط؟ يعني معلوم أن رفض يعني والي القتلى وهو الشيخ مصطفى التميمي أن يقوم بترتيب بيت العزاء، معلوم عرفيا وعشائريا أن من يرفض إقامة مجلس عزاء لا يرفض إلا لأسباب، وربما في مقدمتها إما أخذ الثأر وإما استرجاع الحقوق. وبالتالي هنالك حديث عن أعطاء الأجهزة الأمنية في ديالى مهلة لعشرة أيام لتقديم الجنات إلى العدالة، وهذا يعني أن الإرهابيين ربما هم معلومون لذوي الضحايا. وعليه أعتقد أنه ربما ما يجري في ديالى هي صراعات بالدرجة الأولى لتصفية حسابات مع هذا الطرف أو ذاك، وبالدرجة الثانية وأنا هنا أتحدث عن معلومة هي صراع على المرحلة القادمة المتمثلة بالانتخابات لمجالس المحافظات. وعليه هنالك صراع داخل ديالى ما بين الأطراف الفاعلة والمالكة للسلاح من أجل تصفية الخصوم، وربما هذا الأمر هو جزء من هذا السيناريو. وعليه أعتقد أن القضية وإن بدت بمظهر الدم والإرهاب لكنها في الغالب هي سياسية لتصفية خصوم أقوياء ربما يمكنهم أن يسيطروا على مجلس محافظة ديالى القادم وربما على المحافظة. نعم دكتور، لماذا نعود للموضوع الحكومة المركزية، لماذا لا يدفع رئيس الحكومة في بغداد وهو القائد العام للقوات المسلحة بتعزيزات من الجيش أو يضع خطة أمنية ما لضبط الأمور في المحافظة التي كما تفضلت سابقا لا بواكي لها؟ يعني قبل أيام كان هنالك حديث عن أن رئيس الحكومة محمد شيع السوداني يعني يأتي إلى ديالى ويتسنم منصب محافظ ديالى من يعني من منصب أدنى، ولكنه فاجأ الجميع بزيارة خارجية إلى مصر.
وعليه ربما كانت هنالك إرادة حقيقية عبر بعض اللقاءات مع نواب ديالى لإنهاء هذا التأزم في ديالى، وربما حصلوا على وعود من رئيس الحكومة لاستتباب الأمن في ديالى. لكن يبدو أن هنالك قوة ضاغطة في بغداد وغير بغداد، ومعلوم أن ديالى هي تابعة لي، يعني كل من في ديالى يعلم أن ديالى تابعة أو ضمن نفوذ هادي العامري زعيم بدر. وعليه أعتقد أن القضية واضحة، ولا يمكن لا لرئيس الوزراء ولا لغيره أن يقتربوا من ديالى دون أن يكون لهادي العامري يعني موافقة أو ضوء أخضر للترتيب أو الفعل المرتقب في ديالى. وعليه أعتقد أن الأمر محصور اليوم ما بين رئيس الحكومة وزعيم منظمة بدر هادي العامري، يمكن بالتنسيق ما بين هؤلاء أن يستتب الأمر في ديالى، وإلا فلا أعتقد أن الحكومة المحلية ولا الأجهزة الأمنية العارفة بغالبية الجنات يمكنها أن تضبط الأمن في ديالى. ديالى اليوم مع الأسف كما ذكر الكثير من المتابعين لشؤون ديالى هي غابة في الدولة العراقية، وعليه يفترض أن لا تبقى ديالى ضمن هذا التوصيف، توصيف الغابة. يفترض أن يتم استتباب الأمن والأمان لأهالي ديالى الذين عرفوا على مدى الزمن أنهم يعني من دعاة المدنية ومن دعاة العمل من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي، لكن يبدو أن الأدوات الشريرة لا تريد الخير لديالى ولا تريد الخير لأهالي ديالى، وبالتالي يبدو أن قرب ديالى من إيران هو الضريبة الأكبر. سبقتني دكتور جاسم، سبقتني إلى السؤال الأخير في هذه المداخلة، إلى أي مدى تعتقد بأن موقع الجغرافي لديالى هو كان يعني واحدا من إشكالياتها؟ طبعا وهذا ليس ذنب الجغرافيا، ولكن القرب من إيران إلى أي مدى بالفعل جعل هذه المحافظة محط أنظار وأطماع وجرائم الأطراف المختلفة؟ يعني من يعرف ديالى يعلم يقينا أنها كانها جزء من بغداد، لا يوجد فواصل كبيرة ما بين بغداد وديالى، المسافة قريبة جدا. مركز محافظة ديالى لا يبعد عن بغداد سوى يعني ما يقرب من 50 كيلومتر، وبالتالي نحن نتحدث عن مدينة هي ملاصقة لبغداد، وكما يقال هي خاصرة العاصمة العراقية. أظن من يسيطر على ديالى يسيطر على بغداد، وعليه من هنا يعني تأتي النقمة الجغرافية على ديالى. ديالى تدفع ضريبة قربها من بغداد، ضريبة قربها من إيران، وعليه نأمل أن يكون للحكومة المركزية، وهذا ليس أمل ولا أمنية، وإنما يفترض، ونحن نتحدث هنا عن واجب القانوني والأخلاقي، أن يكون للحكومة المركزية وللذين يدعون أنهم يمثلون محافظة ديالى أن يكون لهم موقف آخر. يفترض بهذا الموقف أن ينهي السلاح خارج إطار القوات الرسمية، وأن ينهي القوى الإرهابية التي تعبث بأمن وأرواح أهالي ديالى، وأن تعمل على نشر السلم المجتمعي في ديالى. ديالى اليوم مع الأسف غابة، ويفترض أن تسعى الحكومة إن كانت جادة في نشر الأمن على أن يعني أن تنقذ ديالى من القوى الإرهابية، وإلا فلا أعتقد أن هذا الحادث الأخير يوم أمس سيكون هو الحادث الأخير. أتصور أن ديالى إن بقي الأمر على هذا الصمت من بغداد، أعتقد أن ديالى ستكون فعلا غابة مليئة بالخوف والرعب والدماء، وهذا ما لا نتمناه لا لديالى ولا لغيرها من مدن العراق. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا لك.